ونتابع الآن مشاهدين على الهواء مباشرة مراسم وصول ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى الخليفة إلى مطار القاهرة الدولي. سيدات والسادة، أحييكم من مطار القاهرة الدولي، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وصول طائرة ضيف مصر الكبير جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية إلى بلده الثاني مصر، والتي تستغرق 3 أيام. يستقبل خلالها أخيه وشقيقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيدات والسادة، كما تتابعون، هبطت بالفعل طائرة ضيف مصر الكبير جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وسيكون في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة. أعزائي المشاهدين، ضيف مصر الكبير يحل على مصر في زيارة رسمية التقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتناول المباحثات بينهما العديد من المجالات المختلفة بين البلدين الشقيقين مصر والبحرين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. أعزائي المشاهدين، أيضا هناك العديد من القضايا التي تتناولها المباحثات المصرية البحرينية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. هناك قضايا وملفات عديدة، القضية الفلسطينية والقضية الليبية وأيضا الملف اليمني والملف العراقي. أعزائي المشاهدين، العلاقات المصرية البحرينية نقطة مضيئة في سماء العلاقات الثنائية على الصعيد العربي، في ظل روح المودة والإخاء التي تحكم العلاقة الوثيقة بين الشعبين والبلدين الشقيقين. وتشعب وتعدد دوائرها السياسية والاقتصادية والثقافية. فعلى الصعيد السياسي، تنطلق مصر والبحرين من رؤية موحدة إذا قضايا المنطقة، حيث يشددان على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتعامل أيضا في هذه القضية وفق المعايير الموحدة وتطبق على الجميع دون استثناء، كما يدعمان البلدان نضال الشعب الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة. ويعملان أيضا القيادتان والبلدان بشكل دؤوب من أجل الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله السياسي، وأيضا على عروبته ووحدة وسلامة أراضيه، كما يدعمان الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأمور في إقليم دارفور، وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم المطلوب لحكومة السودان لتعزيز قدرتها على مواجهة الأوضاع في الإقليم. وكما تتابعون حضراتكم، والآن نحن في انتظار هبوط ضيف مصر الكبير جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة من على سلم الطائرة. والآن أعزائي المشاهدين، تتابعون مع حضراتكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة ضيف مصر الكبير، وأيضا العديد من السادة المسؤولين يستقبلون جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة في زيارة رسمية إلى القاهرة تستمر 3 أيام. أعزائي المشاهدين، مصر في الأيام القليلة الماضية استقبلت العديد من الرؤساء والملوك وكبار رجال الدولة، فقد استقبلت خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضا استقبلت ضيف مصر الكبير سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب رئيس الدولة،
واليوم تستقبل مصر أيضا ضيفا كريما وعزيزا على مصر وعلى الشعب المصري وعلى مصر كلها، جلالة الملك حمد ابن عيسى الخليفة. التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين له أشكال متعددة، حيث تشمل تقريبا جميع أوجه النشاطات التجارية. وكما تتابعون حضراتكم أعزائي المشاهدين، ضيف مصر الكبير يهبط من على سلم الطائرة، وفي مقدمة مستقبليه أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبله ضيفا كريما على مصر وعلى شعبها. هناك مباحثات وجلسة مباحثات مهمة ستعقد بين الزعيمين الكبيرين مباشرة، تتناول العديد من القضايا المهمة، أيضا تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، المجال السياسي وأيضا الاقتصادي والثقافي والتنموي والاستثماري. وستعقد العديد من الاتفاقيات بين مصر والبحرين، ستعقد 15 اتفاقية مهمة بين الجانبين في شتى المجالات. سيدات والسادة، ضيف مصر الكبير. تتابعونه الآن في ضيافة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة. أعزائي المشاهدين، تسعى مصر والبحرين إلى تشجيع القطاعات الخاصة للاستثمار السياحي المتبادل. على هذا الصعيد وقعت البلدان على اتفاق برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة والعديد من المجالات الاستثمارية وبين أيضا رجال الأعمال. وكما تتابعون حضراتكم، وفد كبير في معية ضيف مصر الكبير جلالة الملك حمد ابن عيسى الخليفة. هناك العديد من رجال الدولة في مملكة البحرين يرافق ضيف مصر الكبير، وأيضا رجال أعمال وكبار المستثمرين. والرئيس عبد الفتاح السيسي يصحب ضيفه الكبير إلى استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.